زيت الزيتون من أكثر أنواع الزيوت المشهورة والمعروفة، وطبعا إلى كثير فوائد، وهو أفضل الأنواع اللي ممكن نستخدمها للطبخ. بس طبعا من في شرط معين لازم نعمله، وهو نكون مثلا محضرين كل أنواع الخضار اللي بدنا نطبخ فيها، مقطعينها مسبقا، لأنه زيت الزيتون بسرعة بينحرق، يعني بسرعة بتطلع دخنته، وإذا هاي الدخنة ظهرت بلشت بدل ما نستفيد من الزيت صار يعطينا أضرار أكثر. فهاي الطريقة سهلة، ممكن نحضر خضارنا مسبقا، البصل الجزر نحضره مسبق ونبدأ نطبخ في زيت الزيتون، أأمن وأضمن لصحتنا. من أكثر فوائد زيت الزيتون بأنه يحتوي على مواد مضادة للأكسدة. هاي المواد المضادة للأكسدة بتحمي من الإصابة بالسرطان، وبتحمي كمان من الإصابة بأمراض القلب، وكمان بتحمي من التجلطات. ولسه احنا كمان بحاجة لدعم اكثر، عشان لو في اي سموم دخلت لاجسامنا، لانه الفيتامين اي يساعد على يسحب الاضرار من اجسامنا، كونه زيت الزيتون بيحتوي على فيتامين اي بشكل كتير كبير. مهم للناس اللي عندها ارتفاع بسكر الدم، مهم للناس اللي عندها ارتفاع بدهنيات الدم، مهم للناس اللي عندها مشاكل بالدهنيات على الكبد، مهم للناس اللي عندها روماتيزم مفاصل، اكيد بيساعد على التقليل من الالتهابات والالام المفاصل، خاصة اذا حاولنا ندخله بشكل يومي على نظامنا الغذائي.